دعونا نبدأ مع تحركات السوق، وأنا أقرأ عليكم أبرز ما جاء في البيان. وهل هناك أي تغيرات؟ دعونا نلقي نظرة على أداء الأسواق. الفدرالي إذن يحافظ على معدلات الفائدة 5.25% ويكرر كلمة أنه في انتظار ثقة أكبر في أنه معدلات التضخم تتراجع قبل البدء بخفض الفائدة. هذا لم يتغير من البيان السابق، يقول أنه المعدلات البطالة تحركت نحو الأعلى ولكنها ما زالت منخفضة. كلمة أيضا مهمة، يعني لا يتحدث أنه نحن لا نشاهد تباطؤا في النشاط الاقتصادي، ويقول أنه منتبهون على المخاطر على الجانبين، يعني سواء المخاطر المتعلقة بالتضخم أو المخاطر المتعلقة بأي ضعف في النشاط الاقتصادي. يعني لا تغيير في معدلات الفائدة كما هو متوقع، ولا تغيير في لهجة البيان أيضا، وبالتالي لا نشاهد كذلك تغيير في ردة فعل السوق. نشاهد بعض الارتفاع بشكل طفيف الآن يعني على الدولار في التحركات اللحظية، يعني دعونا نقول أو على المدى الزمني والإطار الزمني الصغير. الصورة تبدو أنه الأمور كلها ستعتمد على جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد نصف ساعة من الآن. وطبيعي أنه جيروم باول يعني سيحاول أن يوازن الأمور على الأرجح، ولا ننسى أنه لن يكون هناك لدينا اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في أغسطس. يعني بعد هذا الاجتماع سننتظر البيانات، ثم سيكون هناك قمة جاكسون هول. على الأرجح أنه حتى هذه الأمور حينما تبدأ الأرقام والمزيد من البيانات في الظهور قد تكون اتضحت الصورة بشكل أكبر، لكن السوق تريد الإجابة الآن، هل سيكون هناك خفض للفائدة في سبتمبر أم لا؟ وهذا هو ما سيركز عليه الصحفيون في أسئلتهم لجيروم باول. والتأكيد يعني ربما أيضا على الأرجح أنه سنشاهد نفس الحديث عن Data Dependence أو اعتماد على البيانات، وأنه الفيدرالي بحاجة إلى مشاهدة المزيد من الدلائل على تحرك التضخم نحو التراجع قبل البدء واتخاذ قرار بخفض معدل الفائدة. لم يتغير شيء، تحركات محدودة. عوائد السندات لأجل عامين بدأت في الارتفاع بشكل طفيف، يعني كانت لم تتحرك يعني قبل صدور البيان. اللغة المستخدمة في البيان والحديث عن كلا الجانبين، يعني both sides كما يقال من الحديث، أنه التضخم ما زال مرتفع، وفي نفس الوقت أنه يعني معدلات البطالة ما زالت منخفضة بشكل كبير. لم نسمع هذا من جيروم باول قبل ذلك، أو لم نسمعه في البيانات السابقة لاجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي يعني سننتظر تفسير هذه النقطة من جيروم باول في المؤتمر الصحفي. دعونا نتابع ردود فعل السوق. لا يعني القرار أيضا التصويت كان بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة كما كان متوقع. السوق لم يتغير، ما زالت الصورة فيها الكثير من الإيجابية. اليوم المؤشرات على مكاسب، كان طبعا بدعم كبير من أسهم الرقائق وتحديدا AMD بعد نتائجها الكبيرة، والمزيد من الطلب على الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي دعمت أسهم هذا القطاع. ومعه طبعا كنا شاهدنا انفيديا مكاسب تتخطى 12% خلال جلسة اليوم، مكاسب امتدت وما زالت في كل القطاعات. فقط يتبقى لدى السوق أن تشاهد يعني لهجة أقل تحفظا من الاحتياطي الفيدرالي من جيروم باول في المؤتمر الصحفي، بما أنه البيان يعني يبدو وكأنه لم يتغير كثيرا. فقط أنه هناك إشارة ببعض الضعف في سوق العمل، يعني ولو بشكل بسيط، أنه يقولوا أنه سوق العمل أصبح معتدلا ومعدل البطالة ارتفع ولكنه ما زال ضعيف. حديث أنه طبعا معدلات البطالة ليست في الوضع الذي يعني يشير إلى مخاوف ومصاعب اقتصادية، وبالتأكيد يعني البيانات الاقتصادية الأخيرة ما زال الاقتصاد الأمريكي مرن بشكل كبير، وهذا من الأمور التي تحجم الفيدرالي وتصعب المهمة في عملية خفض الفائدة. دعونا نذكر بأبرز ما جاء من جديد. إذن الحفاظ على معدلات الفائدة كما هي بين 5.25% و5.5%. يقولوا أنه اللجنة منتبهة لجانبي المعادلة من ناحية التضخم ومن ناحية سوق العمل. يكرر نفس اللهجة السابقة أنه لجنة السوق المفتوحة لا تتوقع خفض الفائدة إلا إذا اكتسبت ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع
إلى المستويات المستهدفة عند 2%. يقول أيضا أنه أو يعني يعدل اللهجة قليلا أنه يقول أنه ضغوط الأسعار تبقى بعض الشيء somewhat elevated أو مرتفعة بعض الشيء، ويعترف بأن هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه لمستهدفات التضخم. ويعني في الخطاب السابق كان يقول أن هناك بعض التقدم المعتدل أيضا في تحقيق أهداف التضخم. الحديث عن سوق العمل، مكاسب الوظائف، أنه أيضا استقرت أو أنه اعتدلت سوق العمل أو القوة التي كنا نشاهد الاقتصاد الأمريكي يضيف بها وظائف في الفترة الماضية. والحديث عن أنه معدلات البطالة نعم ارتفعت ولكنها ما زالت ضعيفة بشكل عام، ومعدل البطالة ما زال منخفضا بشكل عام. يعني هذه هي الأمور حقيقة، أنا أجتهد لإيجاد أي شيء جديد للحديث عنه في هذا البيان، لكن كل القصة ستكون في حديث جيروم باول. أرحب بضيوفي من نيويورك، دكتور إدوارد يارديني، رئيس يارديني ريسيرش، أهلا ومرحبا بك دكتور. وأرحب بستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في انتراكتيف بروكرز، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور إدوارد، كيف ترى يعني هذا البيان حتى الآن؟ على ما يبدو أنه لا يوجد فيه الجديد، هل سيحاول جيروم باول التخفيف دعنا نقول من اللهجة في الفترة السابقة، أم أنه سيبقى مصرا على الداتا ديبندنس، الاعتماد على البيانات، نحتاج لأدلة أكبر للحفاظ على التضخم؟ وهل يمكن أن نقول أن السوق لن تغير وجهة نظرها في كل الحالات؟ محمد، thank you for having me. أهلا بك محمد، شكرا لك. حقيقة لا، أعتقد أنك أدليت بكل الحقائق وبشكل واضح للغاية، لا شيء جديد. No news is good news كما يقولون. إذا عدم وجود أخبار هو خبر صار في حد ذاته. التضخم في اعتدال والفيدرالي ما زال يفكر في خفض الفائدة، ولكن ليس بوتيرة أسرع من اللازم حتى يتمهلون لرؤية تضخم أقل. لا حاجة للاستعجال حقيقة إن سألتني. ربما يكون هناك بعض الإحباط مثلا بخصوص هذا البيان الذي لم يكن واضحا بشأن سبتمبر، وإن كان هناك خفض في سبتمبر، ولكن دعنا ننتظر لنسمع من باول في المؤتمر، ولكنني أتوقع أننا لن نحصل على أي خبر جديد منه. طيب انتقل اليك ستيف، يعني في رايك انه هل كان متوقع في وجهه نظرك اولا انه لن نشاهد جديد في البيان ويبقى الامر بنفس اللهجه السابقه؟ هل سيحافظ باول ايضا على لهجته السابقه كما حدث مع البيان، ام سيحاول التخفيف قليلا؟ مساء الخير محمد، يسرني دائما اللقاء بك. حقيقة هذا ما كنا نتوقعه بالضبط، أن يعترفوا بوجود توازن أفضل للمخاطر ولو بشكل طفيف، اقتصاد أضعف بشكل طفيف، أيضا زيادة أيضا بسيطة في البطالة كما ذكرت ما زالت متدنية 4.1 تقريبا، ولا يوجد سبب في رأيي أن يستعجلوا في الخفض. هناك سيولة كبيرة تتدفق في أسواق الأسهم وأسواق السندات كما رأيت اليوم وكما رأينا في الفترة الأخيرة أيضا. إذن ما نراه الآن هو نفس ما نشهده منذ فترة خلال المؤتمر، حتى وإن سلط الضوء على موازنة المخاطر، الأمر لا ينطوي على ما سيقوله بل ما يريد التجار أو المتداولين أو المستثمرين سماعه. هم لن يسمعون أي شيء عن موازنة المخاطر، سيسمعون كلمة ريت كات، متى هو الخفض، أي كلمة لها علاقة بالخفض، سبتمبر أو بعد سبتمبر. لا أعرف إن كان سوف يعد بالخفض الواحد الذي ظهر على دوت بلوت في المدر الفائت. طيب دكتور إدوارد، هل تعتقد أنه السوق ستصل لاستنتاج اليوم يؤكد أنه الخفض القادم سيكون في سبتمبر، أم أنه يعني كما سألتك في السؤال الأول أنه بغض النظر عما سيقوله جيروم باول فالسوق ما زالت مقتنعة بنفس الوضع الآن؟ وإذا ما نظرنا إلى التضخم، لا ضمان أنه التضخم يعني سيسجل أي تراجعات جديدة من هنا. اليوم مثلا ما حدث مع أوروبا هو نفس الشيء، التضخم عاد للارتفاع مجددا، هذا يمكن أن يحدث في أمريكا كذلك.
محمد you're right it could انت على حق محمد نعم ممكن ان نرى ارتفاع مره اخرى في التضخم ومفاجاه غير ساره وهناك مؤشرين اخرين لاسعار المستهلك كونسيومر برايس اندكس بين الان وبين اجتماع سبتمبر هذه هي البيانات التي ستجعل الفيدرالي يقرر هل يخفض ام لا الاحتياطي الفيدرالي قطع شوطا طويلا في اعطاء اشارات ونيه واضحه بان هناك خفض للفائده في سبتمبر وأي تغيير في ذلك سيتسبب لهم بمشكلة رأيي الشخصي أنهم سيخفضون في سبتمبر ولكن لن يخفضوا في نوفمبر على الأرجح خاصة أن هذا الاجتماع سيأتي بعد أيام قليلة من الانتخابات وأيضا لا أعتقد أنهم سيخفضون في ديسمبر ولذلك ربما يخفضون في سبتمبر وينتظرون لبرهة ليروا كيف ستؤول الأمور هل تتفق مع ذلك ستيف؟ يعني هل الأمور يمكن أن تذهب إلى هذا المجال؟ وفي كل الحالات لا داعي للعجلة يعني أنه الاقتصاد يؤدي بشكل مرن وجيد للغاية على ما يبدو نعم نعم محمد هذا هو الحال في رأيي الفيدرالي لا يحب أن يفاجئ الأسواق ولذلك الأسواق لم تكن تتوقع أي شيء اليوم ولم نحصل على أي شيء بالفعل الأسواق تتوقع خفض واحد في سبتمبر وسيحصلون على خفض واحد في سبتمبر في رأيي أتعرف ما هي المشكلة؟ الأسواق تتوقع خفض آخر في نوفمبر وديسمبر قبل أن أظهر على الهواء معكم رأيت أن هناك 2.7 خفض للفائدة هذا العام وهناك اجتماعين فقط بعد اجتماع اليوم وهذا يخبرنا أن الأسواق تتأمل في أكثر من خفض واحد هل سنرى الفيدرالي مثلا يدحض هذا الاحتمال أم لا؟ على دوت بلوت هناك خفض واحد وهذا يتماشى بالضبط مع ما قاله الدكتور يرداني ضيفك لتوه بالنسبة للديتا ديبندنت هذه الكلمة التي نسمعها كل مرة إن كانت البيانات ستأخذهم إلى أرقام وظائف سيئة مثلا وهذا ما سنعرفه يوم الجمعة أو أن نرى بعض التحرك في اتجاه أو آخر في التضخم سنحصل على هذا الخفض إن لم يحصل لا هذا ولا ذاك والأسواق تتأمل وتتوقع أكثر من خفض وهنا التحدي الحقيقي إن لم يعبر باول عن ذلك بوضوح اليوم أو في جاكسون هول مثلا عندما تكون كل الرسائل تحت سيطرته يتحدث بمفرده أمام جبل بدلا من صحفيين